تقول في سؤال لها: مرض خالي ووالدي بذات المرض ومضى على مرضهم سنوات الله يعلمها، فنذرت إن شفي والدي قبل شهر ذي الحجة سوف أصوم من واحد ذي الحجة حتى يوم العيد أي 10 أو 9 أيام، وكنت آنذاك غير بالغة، وشفي والدي والحمد لله قبل شهر ذي الحجة ومضى على شفائه 3 سنوات ولم أصم شيئا. وأقول كنت غير محاسبة عندما نذرت مع أني قادرة على الصيام والحمد لله. أرجو منكم توضيح هذا الأمر من حيث إن كان واجبا علي الصوم، وهل يمكنني أن أصوم متى شئت، وهل تجب الموالاة في أيام الصيام صيام النذر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه حسب ما ذكرت السائلة أنها حين نذرت لم تكن قد بلغت سن التكليف، فإنه لا يجب عليها هذا النذر، لأن النذر إنما ينعقد من المكلف وهو البالغ العاقل، وهذه لم تبلغ فليس عليها شيء فيما ذكرتنا.